عليكم أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة ديالي كويزين أند بيوري. اليوم غنتابع معكم شهوة ديال رمضان، غنديرو حسوة أو شوربة بالشعير بجوج الأشكال. الأولى غنشوفوها بالحليب، والثانية غنشوفوها بمطيشة أو صوص طوماط. نبدأ على بركة الله بالشوربة أو الحسوة الأولى. كناخدو الحسو الشعير مهرس او الشعير اللي كنقولوا ليه حنا الشعير، كنقلب على الكلمه ولكن حنا كنقولوا ليه الشعير. كنخوي عليه الماء سخون، من الاحسن يكون طيب باش ما يشدش لينا الطياب في من كنبداو نسلقوا فيه غير في الماء. انا من كندير فيه الماء طيب كنخليه واحد شويه، من بعد كنزيد عليه ملح البزار، كنزيد عليه الزعتر، زيت العود، وكنخليه يطيب. بعض المرات كنقدر نزيد السانوج، نقدر نزيد شويه الحلبه، نقدر على حسب الذوق، ولكن الحلبه كتجيني شويه مجهده لو كندير غير الزعتر كيعطيه نكهه زوينه. كنخليوه يطيب حتى كيوكح من الماء، حتى كنقص عليه الماء مزيان. كنزيدو عليه ثاني الماء طايب الا شفنا بانه على حسب الشعير. حنا عندنا الشعير معرفتش هنا في كندا دغيا كيطيب، يعني غير الغليه الاولى ولا كاع كنزيد عليه شويه الماء، الغليه الثانيه من كينقص من الماء صافي كيطيب وما كيحتاجش بزاف الطياب. كنزيد عليه الحليب، الحليب على حسب القياس اللي عندكم ديال الشعير، كتزيدوا بشويه بشويه كتشوفوا حتى كتروى ثاني هذاك الشعير اللي طاب. ونخليوه واحد شويه فوق النار فوق العافيه حتى كيشد فيه هذاك الحليب يطيب شويه صافي، وكندوزوها باش ناكلوها كتكون جاهزه للاكل. كيف ما كتشوفوا معايا كنبقاو نحركوا شويه بهذاك الحليب باش يتجانس معاهم، من بعد كنخليوه يطيب كيف ما قلت واحد 5 دقائق وصافي. ومن بعد كتولي جاهزه وكناخذوها. انا كيعجبني ندير معاها مازال زيت العود من الفوق، هذا على حسب الذوق، كاين اللي كيبغيها غير هكا وكاين اللي بغي يزيد فيها زيت العود. هذا بالنسبه الاولى. غندوزو للثانيه اللي بصوص طوماط، حتى هي سهله وحتى هي كتحتاج تبقى شويه في الماء طايب كيف ما غتشوفوا. ندوزو الشوربة الثانية كيف ما قلت لكم قبل، كناخدها هاد المرة وكنديرها في إناء زجاجي، كنزيد عليها الماء طايب، كنخليها واحد شوية حتى كتشرب مزيان هذاك الماء باش ما تاخدش لينا حتى هي الطياب. كنحطوها على جنب وكنبداو نوجدو في لاصوص ديالنا اللي غطيب فيها الشوربة. من بعد كناخذوا الاناء اللي كيمشي فوق النار او كما كنقولوا حنايا الجميله اللي كنديروا فيها فوق النار، كنبداو كنديروا زيت الزيتون او زيت العود، كنزيدوا عليه بيان سور شويه ديال الملح البزار، بصله صغيره غير صغيره تكون محكوكه بالحكاكه، يسوى العيون الكبار ولا العيون الصغار ديال الحكاكه ما يهمش، غير ثومه وحده باش تنسم حتى هي نحكوها، ولكن ثومه تحك رقيقه بزاف باش ما تبقاش غالبه. كنحمروهم شويه في زيت العود مع الملح والبزار،
هنايا كتشوفوا الملح والبزار، وضفت انا في الاول شويه ديال الخرقوم ولا كركما. الخرقوم ماشي ملون اصطناعي، الخرقوم اللي طبيعي باش يعطينا شويه اللون للشوربه او الحسوه. كنحركوا شويه باش ما تلصقش لينا الثومه والبصله، وكنحاولوا ما نحرقوش لان كيعطيو مذاق واحد اخر. انا كنزيد ضمات البنه كنور باش ما عرفتش كتعطيني نسمه ديال البقري، فكتعجبني تجي مع الحسوه ديال المطيشه او الطماطم. كاين اللي كيستغنى عليها الملح والبزار وشويه ديال الخرقوم، كافي لان كنديروا منسمات هما البصله والثومه اللي كيعطيو اللي كيطلقوا في الشعير من بعد. كيف ما شفتوا انا زدت عليها شويه ديال القزبر، شويه ديال المعدنوس، غير شويه مقطعين. من بعد كنزيد جو طوماط او عصير طماطم كيكون سائل، من الاحسن يكون سائل، انا هو اللي كنستعمل دائما. وكناخذ معاه با دو طوماط ولا كيف ما كنقولوا غير كما شفتوا راه نص معلقه كبيره او معلقه صغيره ديال معجون طماطم، حتى هو باش ينسم لينا بالمطيشه. نورمالمون هي كتجي شويه ثقيله غير بالبصله لان البصله هي اللي كتثقلها شويه. من بعد هذيك الشعير اللي حطينا وشرب الماء سخون مزيان، كنضيفوه على كيف ما شفتوا على الخليط ديال الطماطم والبصله والثومه، كنحركوه مزيان فيه باش يدخل فيه لقامه مزيان ويدخل فيه تنسم مزيان بالبصله قبل ما نزيدوا الماء سخون. ومن الاحسن يكون الماء سخون لان كيعاونها باش طيب دغيا. هذه هي الشوربه ديالنا الثانيه. منين كنزيدوا الماء سخون كنخليوه عليها حتى كطيب. من الاحسن ما تكونش ثقيله بزاف، تحضيوها ويكون الماء شويه زايد. انا كتعجبني شويه ما خاطراش ما ثقيلاش، كتعجبني شويه خفيفه. صافي هذه هي، ما كنضيفوا عليها حتى حاجه، كنخليوها حتى طيب وكنسيرفيوها بالصحه والراحه. كيف ما شفتوا معايا شفنا اليوم جوج انواع ديال الشعير بالحليب وبالمطيشه. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك واشتركوا معايا في القناه ديالي باش يوصلكم الجديد، وشكرا على المتابعه.